رمضان السنة دي هيكون مختلف شوية عشان هديتي ليكو هي مفاجأة. ناس كتيرة جداً طلبوا مني إن عايزين كوكينج كورس قبل رمضان. حقيقة أنا كنت مشغولة جداً فقررت إن أحول لكم كوكينج كورس ده يومي في رمضان. السنة دي كل يوم هبقى معاكم بفيديو صغير بحلقة صغيرة فيها وصفة أكلة، إن شاء الله يا رب تكون تعجبكم وتستفيدوا منها. هشوفكم في أول يوم رمضان، استنوني.